حياك الله سيادة اللواء، شلون صحتك؟ احنا على الهواء مباشر وجدت قضية تخص الاتحادية، فقلنا اللواء انوار اهل الها ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم. الله يسلمك سيادة اللواء، وياي مواطن من اهالي الديوانية، ابنه مصاب بالشرطة الاتحادية درجة العجز 60%، احيل على اساس للتقاعد، وصار له سنة لا هو منتسب وياخذ راتب ولا هو متقاعد، والامر يمكن سنة ونص تقريبا. وسبق وان اتصل باحد البرامج بحضرتك، انت تداخلت بالموضوع ويقول ما صار لي حل. بس مرخصك مداخله. نعم يسمع بس سياده اللواء يريد يتداخل وياك اذا سمحت لنا. نعم راضي. وعدوني بانه هو حضرته هذا الاسم يتصل عليه، وبعدين يتصل عليه المخرج مال البرنامج، ما مو هو يعني ما سمعت اللواء انور حكى وياك. لا بس اللي اتصل عليه انت منو حضرتك؟ قال انا المخرج. قلت له انا ما عندي شغل يم المخرج، انا في المخرج شي راح يسوي لي. زين اخ راضي، السيد اللواء ما يقصر وياك ويقول لي توجه لك. وين يتوجه لك وش وقت؟ هو من الديوانيه. يتوجه لي اي يوم استاذ مصطفى الى مقر قياده قوات الشرطه الاتحاديه دائره العلاقات والاعلام، واهلا وسهلا بي، وان شاء الله موضوعه يعني ينحل، ويعني الا اذا كان في يعني اشكالات اخرى فيما يتعلق بالذمه او فيما يتعلق بامور اخرى، بس ان شاء الله كل الامور يعني تتسهل امام يعني اخونا المواطن. انا اشكرك سياده اللواء انور مدير اعلام والعلاقات بالشرطه الاتحاديه. نعم راضي. بس اليوم اريد اليوم حيث اي يوم موجود هو اي يوم موجود كل يوم موجود ان شاء الله. الاسبوع الجاي تعال، يوم خميس الاسبوع الجاي بدايه الدوام. اشكرك انا سياده اللواء. شكرا لك. شكرا لك اخونا العزيز. نعم انا احيي قاده قوات الشرطه الاتحاديه السيد لواء انوار، وايضا السيد قائد الشرطه الاتحاديه الاستاذ صالح العامري، واحيي كل المنتسبين، والرحمه والخلود لشهداء الشرطه الاتحاديه. اخ راضي ابو محمود، اليوم الاحد توجه الى مقر قياده الشرطه الاتحاديه، اكيد تندل بساحه النسور، وتقدر تروح لإدارة العلاقات واللواء أنور بانتظارك، وعده علم قضيتك وعده اسمك محمود راضي ناصر حسين، وتحياتي.